علشان نتحكم زي ما قلنا في X و Y لازم افصل X عن Y. ازاي؟ شفت الزرار ده؟ هتلاقي عندك حاجة اسمها Separate Dimensions. لو عملت كليك على Position طبعا انت عندك X و Y، ولو في Z يبقى X Y و Z مع بعض. بس لو عملت Select على دي وجيت ضغطت هنا Separate the Dimension، فصل الاتنين عن بعض. لو عملت Select على دي رحت على X لوحدها، عملت Select على X وجينا هنا، دي مشكلة لما بيفصل الاتنين بيحولهم للينير مرة تانية، فأنا لازم أكليك الاتنين وأضغط F9 عشان أرجعهم زي ما هما تاني. لو جينا هنا شفنا السبيد جراف، آسف، السبيد جراف طبعا هلاقي السبيد جراف مفصول. فخلي بالك من الأول بصراحة، لو أنت ناوي تشتغل في الجراف إديتور افصل الاتنين عن بعض، يعني افصل X و Y عن بعض. هاجي في X واروح هنا واقوم قايل له هات لي الفاليو. بص كده، لو مسكت الكي فريم ده نخلي بالنا من نقطه حلوه قوي. لو انا جيت في الكي فريم اللي في النص وقمت جاي عامل حركه زي دي كده، خلي بالك انا كده طلعت لما تطلع فوق الخط ده، شوف هنا 500 بكسل، يعني دي ده سرعه الكي فريم على فكره، 500 بكسل. انا هقلل دي كده واعمله كده. الحركة دي بنسميها anticipation. يعني ايه anticipation؟ يعني هو يعمل animation ده كده ولقى الكيرف عالي قوي، هتلاقيه بيرجع العكس وبعدين يقوم رايح مرة واحدة. بصوا كده اللي هيحصل في الانيميشن هنا كده، اهو قام جاي رايح. تمام، لو جينا عملنا كده تاني وجينا عملنا هنا تاني وجينا عملنا fit هنلاقيها بالشكل ده كده. طبعا انا ممكن ببساطه اقوم مرجع الدنيا كده واخلي الدنيا فيها كيرف هنا كده مثلا، وممكن اخلي هنا في انتسيبيشن اللي هو تحس ان هو ايه هيروح وبعدين ويمشي كده. كل ده انت ما غيرتش في حاجه، انت كل اللعب في الجراف اديتور. طب لو رحنا الواي، هاجي هنا بقى، بص هنا لو انا قمت جاي قالب الكي فريم ده وعامله لتحت قوي كده، هلاقي كيوب هيطلع وينزل لفوق يعني كده. اهو كي فريم اهو، انا هاخد الكي فريم ده لتحت كده عشان تشوفوها يعني. اوب، عارف انت الفعل ورد الفعل اللي هو بتمشي تمشي وتك تقوم قاعده. بس دي جت منين؟ طبعا دي تشوفها تقول سكريبت، مش سكريبت ولا حاجه، هي الفكره كلها من هنا، هتكليك كده وتروح كده خلاص، ادي الحركه بتاعتك. نفس القصه على اكس، لو انا سحبت اكس دي لتحت كده عملت منها انتسيبيشن بالشكل ده وقمت واخد الحركه دي تبقى لينير كده، بقت بالمنظر ده كده. مش عايز اتكلم كتير على دي، بس ده السبيد جراف والفاليو جراف. في الغالب احنا هنشتغل على السبيد جراف. ده بالنسبه للانيميشن في افتر افكت، وما يستجد هنتكلم عليه واحنا شغالين. اما حالا فانا عايز اشيل كل ده وارجع الدايمنشنز زي ما كانت وارجع للدنيا بتاعتي بالشكل ده. حالا عايز اتكلم على اللينكينج. يعني ايه اللينكينج؟ يعني انا هاخد حاجه زي دي كده، عايز دي لما تتحرك دي تتشد وراها. ببساطه هروح للجرين، في عندك هنا دي بنسميها اللي عامله شبه الاستك، دي بنسميها البيك ويب. تمام، البيك ويب لو انت شفتها حلوه اللعبه دي كده، خلاص تمسك البيك ويب دي وتقوم ماسكها ورابط باللير. خلي بالك قاعده الربط في اي برنامج في الدنيا زي ما قلنا قبل كده، خد الابن وديه لابوه، يعني انت خدت الابن ده وديته لابوه اهو، فطبعا ابوه لما يتحرك هيتحرك معاه. طب هل دي مش حره الحركه؟ لا، حره الحركه عالي جدا، يعني ممكن اطلع اهي دي فوق. نوع الربط على فكره هنا بنسميه ريليتيف. يعني ايه ريليتيف؟ يعني ده مربوط بعده بس ده حر.
في نوع تاني اسمه أبسولوت. أبسولوت يعني إيه؟ ده مربوط بعده بس ده ما ينفعش يتحرك لوحده. وده الفرق بين ريليتيف وأبسولوت. تمام؟ طب خلي بالك لما أنت بتربط بيجي لك هنا أنت ربطت بإيه؟ عايز تفك الربط قول له نان. خلاص. خلاص كده يبقى هو أو دي مش هتبقى مربوطة باللي فوق. ده بالنسبة للي أنا عايز أتكلم عليه في حتة إزاي بنربط، إزاي بنعمل أنيميت والكلام ده كله. طيب أنا هدلت الجرين. افرض أنت خلاص يعني عايز أنت أنا بدل ما أروح أعمل سوليد تانية عايز أرجع دي، عايز أرجع دي قد الكومبوزيشن. روح الأول على إس ورجع السكيل ب100%. طبعا فك دي لان احنا كنا عكينا خلاص، ورجع السكيل ب100%. وتعالى بعد كده روح للاير سوليد قول له ميك كومبوسايز اوكي، اضغط بي عشان نجيب البوزيشن، رايت كليك قول له ريسيت عشان نرجعها زي ما كانت تاني. كده احنا رجعنا زي ما كنا مره تانية. ان ما ننساش الاند بوينت بتاعتنا نوديها لاخر الكوم. كده يبقى احنا رجعنا تمام التمام. طبعا السوليدز ممكن ينزل عليها افكتس، الافكتس كلها موجوده في افكت اند بريسيتس. لو دي مش ظاهره او لو اي ويندو من دول مش ظاهره هتروح لويندو وتطلع الويندو اللي انت عايزها اسمها افكتس اند بريسيتس، او ممكن تروح لافكتس ومن افكتس هنا برضو هتلاقي نفس الليله. بس انا بفضل هنا لان انا بكتب اسم الافكت. طبعا هتقول لي انا هحفظ ده كله، لا انت مش هتحفظ، بس انت مع الممارسه خلاص الافكتس هتثبت في دماغك. يعني لو عايز احط مثلا افكت وليكن جريدينت رامب هقوم سحبه من هنا حطه هنا، او دبل كليك هينزل على طول على السوليد. واحد يقول لي انت بتشتغلني ده ما نزلش، هقول لك ما نزلش ان انا اصلا مش عامل سيلكت على السوليد، لازم اعمل سيلكت ودبل كليك عشان انزله. طبعا اي افكت بينزل بيبقى له البارامترز بتاعته اللي بنعرف ان احنا نظبطه منها زي ما احنا عايزين. دي بنسميها الافكت كنترولز. يعني لو قلت لك مثلا كليك على السوليد وروح بص على الافكت كنترولز كده شوف انت عندك افكتس عامله ازاي، تمام، تعرف على طول ان الافكت كنترولز هي اللي بتظهر جنب بروجكت. طب لو انت حطيت افكت وما ظهرتش عادي ويندو وهنا هتلاقي افكت كنترولز كليك هتلاقيها ظهرت. عايز تشيل افكت كليك وديليت للافكت. الحاجة التانية لو انا عملت كنترول دي للسوليد دي ورحت غيرت الكالر بتاعها خليته تيل كالر، تمام، وعايز اعملها 3D. اي يعني ايه هو افتر بيشتغل 3D؟ لا افتر ما بيشتغلش 3D، لكن في بلجنز بتشتغل جواه 3D زي Element 3D. اسمع علينا انا بتكلم على الافتر كنيتف، الافتر كافتر ما بيشتغلش 3D. امال ايه ليه 3D انت لسه قايلها من شويه؟ اقصد 3D ان اللاير بدل ما يكون ليها اكس واي كحركه يكون ليها اكس واي وزد، يعني اقدر احركها كده وكده وفي العمق يعني جوه وبره، بس انما مش هتتجسم. يعني هي 3D اقصد بيها 3D اكسس اكس واي زد. طب تيجي ازاي؟ لو ضغطت اف 4 اهو بيبدل شكل التايم لاين. اف 4 هلاقي عندي هنا علامه الكيوب ده قدام اللاير، هاجي عند المربع. المربعات دي على فكره تقدر تعتبرها زي علامه الصح كده، يعني هنا ده 3D وده الموشن بلر، تمام. انا هنا هاجي على 3D واقوم منشط 3D. بص كده بقى ليها شايف اكس واوبس كنترول زد وواي وزد. لو جينا نبص للروتيشن تول الروتيشن فوق اهي كليك، ما كانش عندي الاوبشن ده قبل كده، تمام. نفس القصه في اللاير اللي تحتها هخليها 3D. في الحاله دي انا ممكن اتحرك جوه السين بكاميرا، ممكن اتحرك جوه السين بكاميرا. بس لو انا عايز ازق البلو ورا شويه، هو انت شايفها؟ ما انت شايف. انا عايز زق البلو عشان على فكره عشان تجيب المؤشر تاني بتروح هنا او تضغط حرف الفي على السلكشن تول فوق اهي.
طب انت مش شايفها، انت لو مسكت البي كده ومسكت الزد بتاعها وزقيت، ما انت مش عارف انت اتحركت قد ايه. عشان تشوف الليارات وانت بتتحرك، هنا انت عندك اكتف كاميرا. اكتف كاميرا يعني المسقط بتاعك اللي انت بتشتغل فيه. لكن انا ممكن هنا اقول له طب وريني من الطب، يعني كانك شايف السوليدز دي بس من فوق، طبعا هتشوفها خط. فلو مسكت البلو ومسكتها كده، انا كده عارف انا بشتغل ازاي كده، زقتها بعيد شويه. وخلي بالك افتر المساحه دي كلها، شوف انا بصغر قد ايه، كل دي تبعك. اوعى تقول انك انت محكوم بدي، لا، لما هتحط الكاميرا ما بتتحركش جوه المساحه السوداء دي بس، بتتحرك في كل حته. خلاص انت لو طلعت السوليد دي هنا كده، الكاميرا هتجيبها، تمام. فهي بس دي مجرد ريبريزنتيشن للابعاد بتاعتك، او دي المساحه اللي هتطلع في الريندر، تمام. بس فانا عايز اعمل كده، اودي دي كده. طب انا عايز اشوفها، الف حواليها كده، ابص كده بصه يعني. روح هنا افتر بكريت ثلاث كاميرات، ما بيظهرهمش هنا بس هو بيكريتهم. لو قلت له كاستم فيو، بص هنا بقيت انا شايف، امسك البلو مثلا، عايز احطها كده شويه، اجيبها مثلا كده سنه. طب انا عايز الف حواليها، تلف حواليها بادوات الكاميرا. ادوات الكاميرا فوق اهي. ايه ده يا باشمهندس، ده انا ما عنديش كاميرا. هقول لك في الافتر زي سينما وزي ماكس وزي مايا هيدن كاميرا. الهيدن كاميرا دي هو اللي بيعمل منها الكاستم فيو بورتس دول، تمام. بس انت لو كليك على اليونيفايد كاميرا وجيت عملت كده، اهو انا كده ببص بشوف انا مظبوط مش مظبوط، دنيتي عامله ازاي. طب ايه ده، هو كل ده اصلا على الديزاين ولا جه يمه الديزاين؟ لانك لو رجعت كده قلت له اكتف كاميرا تاني، يا مولاي كما خلقتني، اهو زي ما انت. بس زي ما انا، لا مش زي ما انا قوي، انت زي ما انت كديزاين، لكن مسافاتك بقت مظبوطه، بقيت عارف البلو دي موجوده فين. المهم ده بالنسبه ليعني ايه 3 دي لاير جوه افتر افكتس. بكده انا اتكلمت على الجنرال اكسبلوريشن للافتر، او للانترفيس بتاع الافتر، للتايم لاين، ايه هي الحاجات اللي هنا دي، بننزل سوليدز منين، كل الكلام ده احنا استعرضناه. هنبدا من المحاضره اللي جايه على طول ان شاء الله، ان احنا نتكلم دايركت في البروجكت عشان نتعامل مع ريل بروجكت.